إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم بعد الشيخ أنه كان متأثرا جدا بموت أحد الأقارب الذين عنده في المنطقة، كان يتكلم عنه وكان يثني عليه خيرا، حتى غرق في دموعه وفي يعني النهجة اللي حكمته في ذلك الوقت، كان في الدرس فلم يستطع أن يكمل الدرس وتأثر تأثرا بالغا حتى سقط مغشيا عليه، فقامت الجماعة وحملته تقريبا إلى كانت الوفاة في المسجد، فمات صائما ومات في شهر رمضان، ومات وهو يتكلم عن إنسان على في سكرة الموت. ماذا نقول؟ يعني جمع الله تعالى له جميع الخصال الحميدة التي لا تدل إلا على حسن الخاتمة، التي لو سعينا طول أعمارنا أن نتحصل عنها في الحقيقة لا يكون ذلك إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل طبعا خرج من بيته متوضيا طيبا متطيبا، درس الجمعة، ثم لما اعتلى أعواد منبر رسول الله لإلقاء الخطبة أتاه الأجل. نهاية طيبة سعيدة. لا أدري هذا الرجل ما هي الخبيئة التي بينه وبين الله تبارك وتعالى. نسأل الله له الفردوس الأعلى في الجنة، وأن يصبر أهله وذويه وجميع أصدقائه وأهله إن شاء الله. وباسم كل الساكنات وساكني الولاية وإطارتها وساكنتها لهذا الإمام الإمام مصطفى قدري الذي توفي وهو يخطب خطبة الجمعة، فرحمه الله، ونتقدم بتعازينا لكل العائلة ولكل الأئمة ولكل الأسرة للشؤون الدينية.